قدمت الأوساط السياسية والثقافية في مدينة زاخو التهانية بمناسبة الذكرى 78 لتأسيس الحزب الديمقراطي الكردستاني وميلاد الرئيس بارزاني، مثمنين دوره ودعمه في العملية الديمقراطية في العراق. لمناسبة تأسيس حزب الديمقراطي الكردستاني وأيضا ميلاد السيد الرئيس والمرجع الكردستاني السيد مسعود البارزاني، أسمى التبريكات وأجمل التهاني نقدمها لسيادته ولشعب كردستان كافة بمرور 78 سنة للنضال والتضحية من أجل تضمين وتحقيق حقوق أقليم كردستان، وأيضا في نفس الوقت حماية حقوق الأقليات والمكونات الموجودة داخل أقليم كردستان. بمناسبة ذكرى 78 عاما على تأسيس حزب الديمقراطي الكردستاني، لا يسعنا إلا وأن نقدم خالص التهاني والتبريكات إلى القيادة الكردستانية ولذكرى 16 آب لعام 46 لتأسيس هذا الحزب القائد الفتي، هذا الحزب الذي قدم مئات الشهداء من أجل إسعاد الشعب الكردستاني. أكيد تأسس الحزب بقيادة المرحوم مصطفى البرزاني وأكمل المسيرة أولاده، واليوم نشهد الأستاذ مسعود البرزاني اللي هو المرجع الأعلى للشعب الكردستاني، وكان لدور الحزب الديمقراطي الكردستاني منذ تأسيسه إلى يومنا هذا على الساحة الكردستانية يعد الحزب الرقم واحد في على الساحة الكردستانية. في الذكرى 78 لتأسيس حزب الديمقراطي وميلاد السيد الرئيس مسعود البرزاني المرجع الأكراد قاطبة، نهني الشعب الكردي أولا وقيادة وقاعدة وكوادر هذا الحزب بهاتين المناسبتين العزيزتين، وكلنا ثقة في هذا الحزب وقيادته الحكيمة بأنهم سيواصلون إيصال سفينة القضية الكردية إلى بر الأمان.